تخيل معي هيك شركتك اللي كنت تشتغل فيها كمدير تنفيذي ومدير للفريق وبروجكت مانجر وبم مانجر وبروجكت دايركتور كانت تشتغل مع شركة على سكوب معين، شركة تانية يعني ماخدة معاها let's say زي كأنه joint venture على سكوب تاني، بس هديك الشركة البوزيشن تبعها في البروجكت أعلى من شركتك بشوي، وعلى أساس they are leading the project، وكنتوا دائما تقطعوا بعض لانه على اساس انه تيمهم مش كثير فهمان. يعني اليوم انت عم بتقابل معاهم لبوزيشن له علاقه في نفس السكوب اللي كنتوا تشتغلوه مع بعض، فشو رايك كيف راح يكون الوضع بالضبط؟ تعال احكي لك. جاسر مصطفى ويلا نبلش. في يوم من الايام يا صديقي العزيز المتابع الشرس حكى لي زميل إلي في بيشتغل يعني معي في شركة دولة قطر، قال لي في الشركة الفلانية الشركة العالمية هي وشركة على مستوى عالي المفروض طالبين بالمانجر، شو رأيك تقدم؟ طبعا أنا والله الشركة هاي اشتغلنا معهم على بروجكت من المشاريع الميجا بروجكتس اللي اشتغلنا عليهم في قطر، فريقهم كان جدا مزعج صراحة نحن نشتغل معهم، بس خليني أقدم. فبعثت لهم السي في تبعي والسيرتيفيكت وإلى آخره، يعني إيميل رسمي إنه I am applying for this BIM manager position. وبالفعل يومين لثلاثة البزنس ديفلوبمنت مانجر عندهم رنت علي، طبعا كنت صاحي من النوم وبحكي هيك بالضبط هيك هي هاي، وصراحة الصوت خلاني أصحى أكثر. هاي عم بحكي مع المهندس جاسر. يس عم تحكي مع المهندس جاسر، تفضلي. معك فلان الفلانية من شركة فلان الفلانية، الوقت مناسب احكي معك؟ انا جواتي انه لا بالمره الوقت مش مناسب، بس لانه صراحه الشركه اللي بقدم فيها على بوزيشن فالوقت جدا مناسب انك انت تحكي معي وين ايفر كان هذا الوقت. تفضلي كيف بقدر اساعدك؟ انت قدمت لنا على البوزيشن الفلاني وصراحه عجبنا كثير السي في تبعك واحنا منبهرين فيه، طبعا ما حكيت منبهرين بس عجبهم السي في وحابين نعمل معك انترفيو، ار يو انترستد؟ لا والله صراحه كنت اقدم السي في عندكم زناخه. طبعا انترستد، متى بتحبوا يكون انترفيو؟ فيك تيجي لعنا اليوم؟ طبعا انا هلا لسه نايم اصلا وهلا صاحي، قلت لها لا صراحه اليوم انا عندي ميتينجز يعني معبيه يومي، شو رايك بكره؟ فيس بكره از جود، متى الوقت؟ في الوقت الفلاني، يلا سي يو اند سي يو. رحت لعندهم وبلشنا الانترفيو. اجت لعندي البي دي ام تبع هذه الشركه وقعدت في الميتينج روم، اهلا وسهلا كيف حالك كيف حالك، تعرفنا على بعض. بلشنا بالسؤال المعتاد اللي واضح انه I believe انه يمكن هي ما لها علاقة بموضوع الهايرينج وما لها علاقة بموضوع الانترفيوز وما لها علاقة في موضوع الـ HR ولا الـ BIM management في البوزيشن اللي انا عم بشتغل، بس she's the business development manager of the company then she's interviewing me which is fine what happens في كثير شركات. احكي لي عن حالك. الله يلعن امها السؤال قد ما انا سألته في الفترة الماضية. يا جماعة احضروا فيديوهاتي بتعرفوا مين انا. anyhow جاوبت وحكيت عن حالي بعض الشيء. والسؤال اللي بعده، شو رأيك باشمهندس تحكي لي عن آخر 4 مشاريع اشتغلتهم في دولة قطر؟ طبعاً لما حكيت لك عن حالي حكيت لك عن المشاريع اللي أنا اشتغلتهم في دولة قطر، من ضمنهم آخر 4 مشاريع أنا اشتغلتهم في دولة قطر، بس يلا مش مشكلة بنعيد الجواب وبنجاوبك عن آخر 4 مشاريع أنا الباشمهندس جاسر اشتغلتهم في دولة قطر، وهحكي لك عن مشاكل شفتها فيهم وكيف حليتهم وكيف تعاملت مع الفريق وكيف تعاملت مع المشاكل، واحفظت الاسئله انا كلهم اصلا. هلا هي حست حالها انه الاسئله تيبيكال فقالت بدي اباغته لابو الجواسر واعطيه سؤال غدر. احكي لي باشمهندس جاسر، شو ممكن تضيف للشركه لما تدخل على الفريق؟ ايش اللي شو ممكن اضيف للشركه؟ انت يو ار هايرينج مي اون بيم مانجر بوزيشن، راح اعمل لكم بيم اكسكيوشن بلان واعمل لكم بيم كواليتي مانجمنت بلان وراح اعمل لك سيت اب للتيمز واعمل ليفلنج للتيم واعمل مانجمنت لسكوب البيم، يعني شو راح اضيف للشركه يعني؟ بس يلا مش مشكله. كل الحوار طبعا قلبته عليها انه شو رايك تحكي لي انتم شو اللي بينقصكم في الشركه لحتى يو ار هايرنج ابيم مانجر از لونج از انه انتم شركه معروفه في مجال البيم. وهون بلش الحوارات اخذوا عطاء اكثر، يعني صراحه بطلت انا قرفان وزهقان وبطلت هي قرفانه وزهقانه، فصار الحوار فروتفول اكثر لانه هي اصلا مش فاهمه البروسيس تبع البيم ولا عارف شو السكوب تبع البيم مانجر اصلا، لانه هو اصلا مش الفيل تبعها يعني مش عيب. بس انا اللي بعتب عليه انه ليش هي انترفيوينج مي في الشركه از لونج از انه شي دازنت اندرستاند شو لازم اسوي. يا ستي انترفيو مي على المستوى الشخصي او شوفي انا شخصيتي شو بتعمل، كاركترستكس تبعوني شو هم، البيرسوناليتي تبعي كيف، كوميونيكيشن سكيلز تبعي كيف، نيغوشيشن سكيلز تبعي كيف، الانجليش تبعي كيف، ماشي. بس تدخلي في الكور اوف بزنس اللي انت مش مشكله، حساعدك في الانترفيو، هحاول اني انا اطلع انا وياك السلم
درجه درجه. هلا من ضمن الحوارات هي عرفت انه شوي الليفل مختلف، يعني جاسر في البيم هون وهي يمكن في البيم هون، بس هي اوكي في اذر فيلدز يمكن تكون هون وانا تحت اساسا ما عندي مشكله، بس بهذا الفيلد تحديدا مش انت الشخص المناسب اللي تقابليني، بس اتس اوكي. فبلشت تسالني مش مهندس تقدر انه انت تصير اللي تعمل لنا البي اي بي؟ هلا وانس انه سال السؤال بهذه الطريقه معناته صار اللي قدامك في الانترفيو هو في حلقه ضعف، فانت بدك تستغل هذه الفرصه من غير ما تحسس انه انت عم تستغل هذه الفرصه، من غير ما تحرج الشخص اللي قدامك. طبعا ديفينيتلي اي بي دوينج البيم اكسكيوشن بلان، وبلشت ادخل في التفاصيل اكثر شوي، اشد وارخي عشان نضل ضمن اجواء الانترفيو وما هي تكش من الانترفيو، بس بنفس الوقت فرجيها انه انا سابقكم بخطوات، فانا بدي اكون احسن حدا ماتشنج هذا البوزيشن. خلينا فلما حكيت لها انه في ملفات اداريه مختلفه للبيم غير البيم اكسكيوشن بلان اللي انت عم تساليني عنها دائما، فهذه مش هي الهم الوحيد للبيم مانجر، فهي حبت انه هي تدخل في تفاصيل اكثر، فسالتني طب باشمهندس شو رايك تحكي لي اكثر عن البيم مانجمنت دوكيومنتس اللي ممكن تعملهم وتخلقهم للشركه وتطور من العمل والكلاينت فيدباك اللي ممكن يكون على البوزيشنز اللي احنا عم نشتغل عليها والبروجكتس اللي عم نشتغل معهم فيها. وهون صراحه صار شوي النقاش تكنيكال اكثر، ويمكن تكون زعلت انها سالت هذا السؤال. بصراحه هذه النقطه وهذا السؤال كان عباره عن تيرنينج بوينت قويه وعنيفه جدا في الانترفيو، اللي خلتني صرت انا اللي ماسك الانترفيو وانا اللي ماسك زمام الامور في هذا الانترفيو، انا اللي عم بدير الحوار، وهو بصراحه جدا نقطه قوه للشخص اللي عم ينعمل معه الانترفيو، ويمكن تكون نقطه مش في صالح الشخص اللي عم بعمل الانترفيو. فصرت بعديها انا اللي اسال، طيب if I am joining as a BIM manager هل راح تكونوا عم تطلبوا مني سكوبس وريسبونسابيلتيز ومهام اعملها غير المهام اللي المفروض انها تكون منوطه من BIM manager؟ انعجقت لانه هي doesn't know اصلا شو هذه المهام. لحقتها بسؤال ثاني، عندكم job description اساسا للبيم مانجر اللي will be joining معاكم؟ هون عجقت اكثر. طب لحقتها اصلا عشان ما اضيع برضه الانترفيو، انه اوكي جريت مين راح يكون عم بيقابل الناس اللي احنا بدنا نوظفهم على الافرقه as long as انه I am a BIM manager على projects ممكن نكون نحتاج عليها ناس؟ حكت لي انه هي راح تكون عم بتقابلهم، بلس انه انا راح اكون عم بقابلهم معاها لحتى ندخل technical personality characteristics salaries كلهم ندخل ونقابل الناس من الجهتين. قالتها طيب اوكي، هلا البيم مانجر يفترض انك انت حتجيبي لي بروجكت، يستلم البروجكت، يشتغل على الدوكيومنتس المطلوبه وبناء الفريق وبلا بلا بلا بلا، بس هذا كله بعد توقيع الاجريمنت. قبل توقيع الاجريمنت مين الشخص اللي راح يكون عم بقعد مع الكلاينتس تو نيغوشييت في الكونتراكتس اللي إلها علاقه في البيم سكوب؟ لانه واضح انه انتم ما بتعرفوا في البيم سكوب، فكيف بدكم تعملوا نيغوشيشنز في البري agreement signature قبل ما ناخذ البروجكت تكون ليتس سي البرايسنج تبعكم صحيح والهايرنج تبعكم صحيح والاكسبكتيشنز اللي عم تعطوها للكلاينت صحيحه و و و الى اخره؟ قالت لي انت طبعا. ثانك يو. اوكي جريت، احنا الشغل راح نشتغله، مين راح يعمل الترانسميت ليترز الرسميه والسبمشن دوكيومنتس الرسميه و الى اخره، ويتواصل مع الناس اللي بنسلمهم و الى اخره؟ هذا بس للتاكيد. قالت لي البيم مانجر اللي هو انت فعليا. سو يس بيرفكت. سو خلينا نروح فاردر اكثر، مين راح يحدد اصلا الفريق اللي احنا راح نشتغل عليه، حجمه وعدده وعدد سنوات الخبره ومقوماته والكاركترستكس تبعه والسكيلز المطلوبه وليتس سي الجنسيات ومتى تو جوين ومتى تو بي فايرد ومتى تو بي هايرد والى اخره؟ هون ما كان عند الجواب لانه مش في ايدها اصلا هذا الجواب، يمكن في بوزيشن اعلى هناك للدايركتور، يمكن للسي او، يمكن لازم يجي من الهيد اوفيس اللي اصلا مش في دوله قطر، فما اخذ الجواب بهذا السؤال. اوكي جريت، بما انه انا راح اكون مسؤول عن البيم سكوب as long as انه اي ام ا بيم مانجر، مين اللي راح يسعر مشاريع البيم ومين اللي راح يحكي المده الزمنيه للبيم ان اديشن انه تكون ضمن السيركمستانسز تبع حجم الفريق ومتطلبات الكلاينت؟ برضه ما اخذتش عقاد نافع بهذا الجواب لانه اي ثينك انه مش راح يكون عند هذا الجواب يجي. اوكي جريت، مين اللي راح يعمل بيم موديلنج؟ مين اللي راح يعمل كوردينيشن؟ مين اللي راح يعمل كولابوريشن؟ مين اللي راح يعمل سي دي اي سيت اب؟ مين اللي راح يعمل مانجمنت دوكيومنتس اند سو اون وغيرها من الاشياء؟ ما بدي ادخل تفاصيلها، ما قدرت كثير تجاوب على هذا السؤال، فانتقلنا اللي بعده. مين اللي راح يحدد البادجت المخصصه للانفراستراكشر سواء كانت هاردوير او اجهزه او سوفت وير او برامج خلينا نحكي او كوماندات انفايرمنت او حتى تالتسي نشاطات ترفيهية للفريق؟ برضو ما أخذت عقاد نافع. وسألت غيرها كثير من الأسئلة اللي بصراحة كانت معظم الأسئلة بتحكي إنه أنت مش مهندس اللي راح تعمل هذا الحكي if you are joining us as a BIM manager، which means إنه البوزيشن مش بس BIM manager، هو تعدى بوزيشن
البيم مانجر ان اديشن لانه عرفتني انه شي هاز جويند الكمباني بس من 3-4 شهور، فهي مش كثير عندها كل هذه المعلومات، وانه راح يكون في المفروض انترفيو ثاني بيني وبين الدايركتور تبع الكمباني ويمكن السي او ما بعرف، بس راح يكون هناك في تفاصيل اكثر، واللي المفروض انها كانت هذه الانترفيو تكون بعد شهر او بعد لتسي 5 أسابيع من الانترفيو اللي انا اوريدي عملتها، لسه ما مر عليها هاي المده اللي انا عم بحكي عنها، فما بعرف اف اي بي سلكتد، فراح يكون ديفينتلي في انترفيو ثاني راح احكي لكم عنها وعن تفاصيلها. فقبل ما اغادر فعليا قلت خليني اسال التفاصيل اللي بتهمني من الانترفيو علشان تيكينج تو لونج لحتى نرجع للانترفيو اللي بعدها اف اي ام سلكت عشان اكون عارف انا شو بدي. فكانت من هذه الأسئلة إنه if I am selected متى لازم يكون الجوينينج ديت، متى لازم أنا أجي أشتغل معكم، متى لازم أنقل كفالتي عليكم، هل في تأخير عندكم في الرواتب ولا عم تدفعوا on time، هل الرواتب عندكم مقسمة بطريقة fair، أو احكي لي كيف تقسيمة النسب تبع السالري باكيج الموجود عندكم لحتى أعرف if it's fair or not، هل في عندكم annual leaves وكم هاي annual leaves، are you paying the tickets ولا you are not paying the tickets، وشو الالاونسز اللي بتعطوها للتيمز تبعونكم، شو الحوافز والى اخره، كيف اوقات الدوام وايام الدوام الموجوده في الشركه سواء للطاقم الاداري او للطاقم الاوبريشن او للطاقم البزنس ديفلوبمنت او الى اخره. اذا في مجال تحكي لي عن مشاريعكم السابقه وشو المشاريع اللي عملتها الشركه وخلصتها، وشو المشاريع اللي they are stuck فيها ومش عم بخلصوها، وليش مش عم بخلصوا هاي المشاريع، احكي لي هذه المشاكل عشان قبل ما اجي اكون عارف هل انا قادر احلها ولا مش قادر احلها، واذا لا اكون يمكن دورت على كيف ممكن تبدأ حل هذه المشاكل. شو المشاريع الحالية الموجودة في الشركة اللي عم تشتغل عليها الشركة؟ شو المشاريع اللي فعليا متوقع أن الشركة تفوز فيها من سعرتها؟ وشو المشاريع اللي حاليا في مرحلة التسعير؟ وشو المشاريع اللي we think أنه تول بي بتندر ستيج وراح نحاول تتارجت أنه نشتغل عليها؟ طب شو المشاريع اللي متوقعينها تكون من نصيب الشركة ضمن 6 أشهر الجاي، وهل في شغل في الشركة يقوم الشركة لمدة السنة القادمة، ولا احنا في مرحلة critical we are trying to get more projects على الشركة لحتى نقدر ان احنا to survive. طبعا مين هو الHR manager، مين CEO، مين الدايركتور، مين الكمباني manager، مين general manager، مين deputy general manager، احكي لي شوي عن الهيراركي تبع الشركة والpositions الموجودة في الشركة. جريت، بعد كل هاي الأسئلة أنا كبيم مانجر وبعد كل هالبوزيشنز وهاي الرولز والريسبونسابيلتيز اللي عم بتبهروا فيها البوزيشن تبع البيم مانجر، كم هي مقدار المساحة اللي راح تعطوني إني أنا أقدر أتصرف فيها وأتخذ فيها قرارات، وضمن أي لمت أنا مسموح لي أخذ قرارات ومش مسموح لي أخذ قرارات؟ بعدين أسئلة رحت فيها أكثر حتى أطمن للشركة أكثر، هل في أحد الموظفين مشتكي على الشركة أو مجموعة الموظفين مشتكين على الشركة بسبب whatever كان السبب، وإذا في تحكي لي شو سبب الشكوى، ورحت فاردة أكثر عشان أبلش أطمن أكثر عن موضوع الشركة، هل في أي بلوك على الشركة في أي جهة حكومية داخل دولة قطر لأي سبب كان؟ ويمكن آخر سؤال كمان سألته، هل في أي تأخير من قبل الشركة في الدفع لذير سب كونسلتنس اللي بيشتغلوا معهم، أو الأفرقة اللي بتشتغل معهم، أو الفريلانسرز اللي بيشتغلوا لهم إذا كان في فريلانسرز بيشتغلوا لهم، أو أي شكل من أشكال التعاقدات الموجودة في الشركة، هل في أي تأخير على أي دفعات مستحقة، وليش ممكن تكون هاي الدفعات متأخرة؟ هلا لهون انا وقفت كل اسئلتي واي ثينك اني غطيت كل المواضيع اللي انا بدي اسال عنها، ولا هون هي جاوبتني عن كل الاسئله بصدر رحب اللي قدرت تجاوبني عنها، واللي ما قدرت حكت لي انه راح يتم الاجابه عليها ان شاء الله later on if you're the selected candidate، وراح يكون عندك انترفيو مع الكومباني دايركتور ان شاء الله، راح نتواصل معك خلال let's say 4 to 5 weeks من نهايه الاسبوع اللي نحن فيه، فان شاء الله خير وسلمنا على بعض وثانك يو ثانك يو وسلام، وروحت من الشركه وعم نستنى. يعني بعد اسبوعين I think من الانترفيو رجعت حكيت معهم قالوا لسه we are in the process، وعم بنحاول نشوف هل احنا بدنا نوظف قبل كأس العالم ولا بدنا نوظف بعد كأس العالم، ودفينتلي راح نتواصل معك في الحالتين ونخبرك القرار. فمن هون لما يخبروا لي القرار تقدروا ترجعوا تحضروا الفيديوهات اللي قبل وتحضروا الفيديوهات اللي جاي وتلفوا لكم لفة على منصات التواصل الاجتماعي اللي انا بحكي معاكم من خلالها، وحطوا لي في الكومنتس اذا عملتوا انترفيوز فشو اللي صار معكم في الانترفيوز، واحكوا لي قصصكم وسلام.